هنتكلم عن الأهداف الرئيسية للاقتصاد. أهم الأهداف دي هي الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي وتحقيق العدالة. بالنسبة للكفاءة، بتعني الاستغلال الأمثل للموارد، وبتنقسم إلى بتنقسم الكفاءة إلى كفاءة فنية، أو بتسمى الكفاءة الإنتاجية، وهي تعني استغلال الموارد الإنتاجية المتاحة بأقصى كفاءة وبأقل تكاليف. بالنسبة للكفاءة الاقتصادية، أو بتسمى الكفاءة التوزيعية، وهي تعني استغلال الموارد المتاحة بأقصى إنتاج ممكن وبأقل التكاليف مع مراعاة احتياجات المجتمع. وبالتالي كل كفاءة اقتصادية هي كفاءة فنية، والعكس غير صحيح، بمعنى إن الكفاءة الاقتصادية أشمل من الكفاءة الإنتاجية. من الأهداف اللي تهمنا في الاقتصاد هو تحقيق النمو الاقتصادي، والنمو الاقتصادي معناه زيادة الإنتاج من السلع والخدمات، وفي فرق ما بين النمو وما بين الرفاهية. الرفاهية بتعني زيادة متوسط دخل الفرد، وهي مؤشر من مؤشرات الرفاه، وبالتالي دخل الفرد مؤشر هام جدا من مؤشرات الرفاه الاقتصادي. تحقيق النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تحقيق الرفاه الاقتصادي، يجب أن تكون زيادة الدخل أو الإنتاج أكبر من زيادة عدد السكان. من الأهداف اللي تهمنا برضو الاستقرار الاقتصادي، ومقصود بيه إن إحنا نستخدم السياسات المالية علشان نعالج الكساد ونعالج التضخم. من الأهداف اللي تهمنا أيضا العدالة الاقتصادية، ودي بتختلف حسب النظام الاقتصادي المتبع، وإن كانت تعني الأخذ من الغني من خلال الضرائب وإعطاء الفقير من خلال الدعم. مهم جدا إن إحنا نفرق ما بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. النمو الاقتصادي بيتمثل في تحقيق زيادة مستمرة في الناتج المحلي أو إجمالي الناتج القومي، ويجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل نمو السكان وأعلى من معدل التضخم، وأن يتصف بالاستمرارية. بالنسبة للتنمية الاقتصادية، بتمثل زيادة مستمرة في الدخل القومي الحقيقي وزيادة متوسط نصيب الفرد منه، بالإضافة إلى التغيرات في هيكل الإنتاج ونوعية السلع والخدمات المنتجة، وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل القومي وتغيير في توزيع الدخل القومي لصالح الفقراء. وبالتالي تعتبر التنمية الاقتصادية أشمل من النمو الاقتصادي، لأنها تشمل كل ما جاء في عملية النمو من زيادة نصيب الفرد من الدخل، وأن تكون الزيادة حقيقية وأن تتصف بالاستمرارية. بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل تغير هيكل الاقتصاد وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل والاهتمام بنوعية السلع والخدمات.